هدام مش نقد بناء. عارفه ولو ربى حمامتين فوق السطح بيتهم حولوا دول يتلهي زغلولتين. يربي حمامه واحده. هو انا بس انا يعني سيبوكم بقى من اللي انتوا بتقولوه بقى وموضوع الحلقه، انا مش فاهمه. نط على الكرسي وقاعده كانها صاحبه بيت، بصي المنظر والله ترقص يا بنت. انا مش عارفه ليه عايشه في مجال يعني كتاب ادب فرنسي. تحس انها طالعه من كتاب. لا طالعه عصر ليالي ليالي اوجيني. لا لا سيبك من انها لابسه ايه الادب الفرنسي في اللبس بس. لا لكن لا ادب هتلاقي ولا فرنسي ولا فرنسي هتلاقي. لا مفيش. طب انت يما ايه اللي جابك، ايه اللي نططك هنا كده؟ في اشاعه بتقول ان احنا بنبين العين الحمراء لاي مذيعه جديده بتيجي، عشان في ممكن واحده تيجي او ده حصل وخلاص عملت نفسها صاحبه مكان وصاحبه بيت، فبتبتدي تتعامل على انه برنامجها، وبعدين تيجي تدور عليها مين دي، تقعد تسال، ممكن تكون مامتها في البيت ما تعرفهاش، تلاقيها معديه في الصاله تقول مين البت دي جت منين. هو ساعات المذيعه اللي بتيجي بتبقى دماغها ان انا مذيعه وانا بلاقي على البرنامج يعني، ويعني بيبقى عندهم ميول اكتر ان هو يبقوا معانا اكتر من الممثلات، فاحنا من الاول بنبين لهم ان مش هينفع اللي بتفكري فيه، ما تحاوليش. ما اعرفش يخسي يقولي تعالي هنا البرنامج هتنبسطي. مش اي حد يقولك تعالي تروحي؟ ما انا بقى هبله. بس والنبي ما تكسفوني. والنبي ما تكسفوني قدام الاجانب. دي دخلت على الاوضه الصبح وعملت ستفت نفسها كده وعملت البتاع اللي على جنب دي، هطلع لكم شعري بره التلفزيون وجوه التلفزيون وجنب التلفزيون. لا وعايشه في الدور كمان لنفس التسريحه. لا ده انا مش عارفه اتكلم عن الموضوع اصلا، ده انا من كتر ما انا اتالقت وتعمقت في قصه الانجليزي اللي انا فيه ده مضطره احاول الكلام انجليزي. الله يا ترى حافظه بقى حاجه هتعرفي تقوليها؟ ترانسليت تو انجلش بليز. مش هقدر العربي خلاص. طب انا عايزه اشوف الفرنساوي، محتاجه نشرح الفرنساوي من حضرتك. بارلي ايه؟ لا طبعا لا بارلي ايه؟ بارلي ايه؟ الغلبه خالص خالص. انا شفت حاجه انا مرتاحه قوي قوي.